السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تطورات خطيرة جدا في حال الدلال عبد العزيز بعد نقلها لغرفة مجاورة، ولكنها برضو غرفة عناية مركزة. ايه السبب في ده؟ هنعرفه. وليه ما بتستجيبش للعلاج ابدا؟ وتدهور شديد في حالتها الصحية وكسرت نطقها للشهادة. ده طبعا ناس كتير بتقول بسبب يعني وفاتها اكلينيكيا وكلام. كل التفاصيل هتلاقوها معانا من مصادر موثوق منها. كمان معانا تدهور الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، طبعا هنشوف كل تفاصيل حالتها وهنطمن حضراتكم عليها. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. السيدة جيهان السادات، طبعا كشف الدكتور عفة السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ قال عن تفاصيل حالتها الصحية، وانها اكد في البداية انها ليست مصابة بفيروس كورونا. قال كمان انها تمكث الان باحدى المراكز الطبية الكبرى بعد ما مرت بأزمة صحية شديدة، وقال ان الزيارة ممنوعة عنها تماما، وان ده بامر الاطباء المعالجين ليها هم اللي منعوا الزيارة. وكمان وضح الدكتور عفة السادات طبعا في تصريحات خاصة باليوم السابع ان السيدة جيهان كانت في رحلة علاج بأمريكا وعادت من فترة قريبة. جيهان السادات كانت في رحلة علاج بأمريكا وكانت بتعاني من بعض المشاكل الصحية، إلا أنها منذ أيام بسيطة رجعت ليها الأزمة الصحية مرة تانية واتنقلت لإحدى المراكز الطبية الكبرى للعلاج فيها. ناشد كمان السادات كل الشعب المصري الدعاء للسيدة جيهان السادات، وقال هذه السيدة لقبت بأم الأبطال نظرا لدورها العظيم في حرب أكتوبر المجيدة ودعم المحارب المصري، فضلا عن دورها في دعم المرأة المصرية باستمرار. ويتمنى طبعا نحن بنتمنى ليها احنا وكل أسرة القناة وكل الشعب المصري وكل الناس المحبة ليها بالشفاء العاجل بإذن الله. زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ربنا يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. هي يا جماعة سبب التدهور الحالة الصحية ليس فيروس كورونا ولا أي حاجة من كل الكلام اللي أشيع، بالعكس هي بتعاني من بعض المشاكل الصحية، وإن شاء الله إن شاء الله هتتحسن حالتها وتطلع من المستشفى. في كمان تقارير صحفية قالت إنها هترجع تكمل علاجها في أمريكا بعد خروجها من المستشفى علشان يحاولوا الإطمئنان على صحتها باستمرار. نتمنى ليها الشفاء العاجل بإذن الله، هي وكل المرضى ياريت تدعو لها لو تكرمتم. معانا بقى الخبر الثاني المحزن والمؤسف جدا جدا، وهو عن الفنانة دلال عبد العزيز وتطورات حالتها الصحية. ده هنعرفه مع بعض دلوقتي في الفيديو. بالأمس تامر أمين طلع واتكلم على قناة النهار وقال إن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بتشهد تحسن ملحوظ، وإنها هتتنقل خلال الفترة اللي جاية لغرفة عادية. ولكن مفيش بعدها بساعة أو اتنين طلع رامي رضوان في برنامجه طبعا واتكلم عن حالتها الصحية، وكان زعلان جدا وقال يا ترى الناس اللي بتقول الأخبار دي، احنا نأمل إن يكون إن هو فعل خير ومبشر خير، لكنها كل الأخبار مغلوطة. بالفعل الفنانة دلال عبد العزيز اتنقلت من غرفة العناية المركزة، ولكنها اتنقلت لغرفة عناية مركزة أخرى، ما اتنقلتش الغرفة عادية. وده اللي قاله رامي رضوان امبارح بالأمس لما قال إن بعض الصحفيين بيستسهلوا الموضوع وبيقولوا أي أخبار وممكن تكون الأخبار مش مؤكدة، وشكر كل الناس اللي بتحاول تتصل علشان تعرف مدى دقة الأخبار. دقة الأخبار قالت كالآتي، قالت إن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها لا تشهد أي تحسن بالمرة، وإنها وضعها حرج جدا جدا خلال الساعات الماضية، ونأمل إن شاء الله إن الوضع يشهد حتى أي استقرار. ده اللي قاله رامي رضوان، قال إن حتى الوضع مش مستقر أبدا وإن الأمور ليست على ما يرام.
قال انها في اخبار قالت انها بدأت تتحرك من الغرفة وتمشي على رجليها واحدة واحدة. وقال طبعا اللي حضراتكم شايفينه بالظبط، قال الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة ولم تخرج منها بعد. المهم انها اتنقلت من غرفة من الرعاية لغرفة تانية في الرعاية، وطبعا قال شتان ما بين الانتقال في غرفة العناية والى غرفة عادية، ان في فرق كبير بين الاتنين. زارتها لما اتنقلت غرفة أخرى اللي هي غرفة العناية، أيضا زارتها لسبب إنها يا جماعة راحت لها طبعا ميرفت أمين، وقالوا إنها اتنقلت من غرفة لغرفة بسبب طبعا يعني الغرفة التانية فيها بعض الأجهزة اللي هي محتاجاها، لأن الحالة بتزداد سوء جدا وإنها بتحتاج طول الوقت تكون محطوطة على أجهزة الأكسجين نظرا لانخفاض نسبة الأكسجين عندها. بنتها امبارح دنيا لأول مرة من وقت وفاة والدها ظهرت طبعا في فيديو بعد أثناء حفل تكريمها اللي اعتذرت إنها تروحه، وسجلت فيديو بسيط من داخل المستشفى وشكرت كل الناس اللي واقفة في جنبها، وقالت شكرا حتى للناس اللي واقفين جنبنا بالدعاء، وقالت أنا ما كنتش عارفة كمية الحب دي لبابا وماما إلا بعد الأزمة اللي مرينا بيها، وشكرت الناس على التكريم، وقالت أنا ما بعرفش أسيب ماما ولا لحظة عشان إني أخرج في أي وقت. كمان دنيا قالت ادعوا لماما كتير لأن الوضع بتاعها حرج جدا. فنانة دلال عبد العزيز دائمة التشهد طول الوقت، هي مش في غيبوبة ولكن أحيانا بتفقد الوعي لبعض الأوقات وبترجع تاني حالتها ووضعها يتحسن. وقالت الفنانة قال احد يعني احد المقربين منها داخل العنايه المركزه قال انها دائمه الذكر ودائمه التشهد كل لحظه والتانيه، ودي حاجه كويسه جدا. وقالوا كمان انها ما بقتش تسال على الفنان سمير غانم لانها بقت حاسه انها رايحه له. كل المصادر قالت بقينا طول الوقت شايفينها سرحانة في حاجة شغلاها، حاسة ان هم مخبيين عنها حاجة، وهي فعلا حاسة يا جماعة، واكيد اكيد هي عارفة ومتأكدة لانه ده رفيق عمرها، وقد ايه كانت بتجمعهم مع بعض قصة حب طويلة جدا وعشرة وعمر. طبعا ربنا يطول في عمرها وترجع بألف سلامة. رامي رضوان امبارح انتهز الفرصة وقال يا ريت كل حد هينزل خبر يتصل ويتأكد الأول، خصوصا ان تامر امين قال أخبار كلها غير صحيحة. ولكن رامي رضوان طبعا بعدها بأقل من ساعة أو ساعتين بالتحديد طلع وكذب كل الأخبار، وقال نتمنى من الله إنه يكون فال خير وإنها حتى تبدأ تتحسن والحالة تشهد استقرار ثم تحسن بإذن الله. قريب جدا هترجعي دلال عبد العزيز، نوري بيتك وتسعدي أبنائك اللي في أشد الحاجة ليكي، دنيا وإيمي بيعانوا جدا. النهاردة الجمعة راح وأخوات سمير غانم لزيارته في المقابر كالعادة، ربنا يرحمه ويرحم موتانا جميعا. بشكركم جدا، استنوا منا كل جديد. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله.